باسم حضرتك؟ مهزة علي جبار. مهزة عبد الجبار. نعم. أنت من وين؟ أنا من النجف. من النجف؟ إيه بس هنا ساكن. هنا ساكن. نعم. إيش تشتغل؟ أنا أشتغل بالبلدية. إيه صح مبين بس والله أنا آسف صيام تعبني. بالبلدية. راح أسألك سؤال. إيه. أنا أريد أساعدك. كم باب موجود بكربلاء المقدسة؟ وعدد لي أساميهم. ثلاثة. ثلاثة عافية. شنو أساميهم؟ إيه. سلامة. إيه. باب الخاء. وبعد باب الطارمة. الطاق. باب الطاق. عافية عشيدك أحسنت. هاي جائزة 250,000 من برنامج بين أهلنا على MBC عراق. مشكور. الله يزيدك ويرزقك إن شاء الله. مشكور. حبيبي. زين. مشكور. رمضان كريم عليك. إن شاء الله.